نستنكر هذا العمل الجبان الإرهابي الذي فجر الفقراء والمساكين اللي يعني ثلاث أرباعهم قاعدين بالحواسر، واللي مأجر إيجار وعيشته على هاي البسطية، على هاي البسطية عيشتهم. عندنا أبو حوراء، أبو حوراء صاحب لو ست بنات لو خمس بنات، زين لو خمس بنات لو ست بنات عنده الله يرحمه، ويجي هنا الولد يسوي له مكان ويفتح به لجل شنو هو يبيع له حاجة حاستين ياخذ له بيهن طماطيات أو بتيتات الجهالة ويروح، وراح رحمة الله سبحانه حوراء. زين وثلاث أربع ما تشوفهم كلهم كسبة عطالة بطالة، لا شغل ولا عمل. اليوم من يتحمل مسؤولية هذا عمل الإجرام؟ ما نعرف من يتحمل مسؤوليته، ما نعرف، ما نعرف من يتحمل مسؤوليته، ما نعرف، احنا ناس فقراء ما نعرف. يلا رضي، رضي هاي الشهر اول شيء اصفونه حبيبي اتقت عليه. لا والله والله حسين والله نعزي أعوان الشهداء ونعزي الشعب العراقي بهذه المناسبة الأليمة، فعدنا قصيدة. يا قلبي زيد بالونة ولك حال وراح الزين المعدل، ولك حال يا ابويا بعد ما بي ولك حال، راح الحال من رحت من ديه، شريد ابكي وكثير الحزن يا ابني، ونحشك من لفان بليل يا ابني، شو وصف الحال والدفان يا ابني، تمنيتك عدل وتحير بيه. سافرت مرة على رسلي وقلت أزور العاصمة، سافرت مرة على رسلي وقلت أزور العاصمة، لأن روحي هناك قبل منيد أبوي مسلمة، سولفولي على انفجار وعلى المظاهر مؤلمة، رحت شفت آثار موت وشفت متفايض دمة، وطفل شفته يجوز يرضع وامه جاي تلملمة، اتذكرت لان عندنا محسن غير محسن فاطمة. نشكر هاي الفضائية المتواجدة هنا بمكان الحادث، نعزي عوائل الشهداء والجرحى الشفاء ان شاء الله بهذا المصاب الجلال. نقولهم للسياسيين يعني كافي مزايدات على منافعكم وضحية الشعب العراقي، وقل للرئيس الوزراء انت قلت افعال، يعني مو بس كلام لازم فعل. مواطن شعب من العراق ديناديك، انت مو قلت افعال، يلا افعال دي نشوف فعلك وينه، فعلك وينه رئيس الوزراء؟ هاي الضحايا راحت، ما نريد احنا بس حكي، اضرب الفاسدين. يعني اللي يقولوا لك احنا نبوق بالتلفزيون، مسؤول يقول لك احنا بايقين، يشكوا لعد التشكو بس واقف، يعني قاعد انت شنو حديده رئيس وزراء قائد قوات المسلحه؟ لا مو حديده، كون يكون اخو خيتك حكي قوي. الفاسد شيبه من ياخته والبن القضاة هو يتحمل يتحكم، كافي شعب العراق ضحيه، يعني ما تقدر تدبر كل شيء. ابسط شيء البطاقه التموينيه ما مدبرها، تعال تقول لهم وين الموازنه مال البطاقه التموينيه؟ شنو اللي بهالعالم هاي راحت انقتلت؟ ماشي معاملاتهم ذول الشهداء؟ شويه شويه، ما نريد احنا افعال، نريد مو بس حكي بالتلفزيون. اذا تقول انا بس حكي رئيس الوزراء وما بيه، ما بيه خير، لف يطاقك وقول في مال، لا اكو بكانك بخير، لا يطلع بالتلفزيون يقول لك كنا نبوك، جيبه من ياختك تعال تقول لك شنو كنا نبوك، يعني برلماني مش عاني جبوري يقول كنا نبوك، كنا حراميه، طلع قتلة المتظاهرين
منو قتلهم؟ انت كنت مدير مخابرات ها او امن، قتلت المتظاهرين، خطف، اغتيالات، اعتقالات. لك شنو انت؟ واحد من الشعب العراقي يقول لك اذا ما تنفذ انا اقول لك جبان، انت جبان 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 وما خافن. زين الله يرحم الشهداء. وانا اناشد، عندي موضوع اريد اوصل صوتي للكاظمي. انا قابلت الكاظمي وما حسوا له حل، ما حس مع كلامه. انا ناشد، اريد بنتي، اريد عيون بنتي ترجع لي. ولا راتب سووا لي الرجلي، اروح للرعايه ما حد مرفوضين، وكل شيء ما سويتوا لي حل. انا ناشد الكاظمي بس اريد صوتي يوصل له، اريد اوصل لك مصطفى الكاظمي، اريد اقابله مره ثانيه، لان بنتي عيونها دايزغرين، عيونها راحين. وين انا بذمه من هاي راح تظل عيون بنتي؟ ليش هيجي؟ ما حد يسمعني. اناشد الكاظمي، الله عليك اريد صوتي يوصل للكاظمي، اريد اقابله مره ثانيه. قبل كل شيء نعزي انفسنا بإخوتنا الذي سقطوا في هذه البقعة من الأرض الطاهرة، إلا وهي بقعة مأوى الفقراء الذي يعتاشون على قوتهم اليومي من خلال عملهم المعروف ببيع البالة. هؤلاء الفقراء وهؤلاء الشباب الشرفاء الذي آلوا على أنفسهم أن يذهبوا مذهب أو منحى العصابات والميليشيات التي تقتل الناس وتسرق الناس باسم الدين وباسم التدين. هؤلاء الشباب الفقراء لو سألتهم أين يسكنون وما هي مناطق سكناهم وما هي الخدمات التي قدمتها لهم الحكومة عبر فترة 17 عاما التي تدعي بأنها جاءت من أجل الفقير، بعد أن رفعت الدكتاتورية عن أجسام صدر العراقيين، وبعد معاناة 35 عاما من ظل النظام المقبور، اليوم نعاني من ظل هذه العصابات التي تحكم البلد. هذا العمل الإجرامي الذي سقط نتيجة إهمال الأجهزة الأمنية وعدم قيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل. الأجهزة الأمنية منشغلة بالأتاوات وبالرشوة والابتزاز لأصحاب البسطيات ولأصحاب السيارات التي تقوم بنقل الركاب من هذا المكان. لا يعملون بأداء واجباتهم بشكل صحيح، مجرد سيطرة موجودة هنا لعرقلة مسيرة الحياة اليومية. هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية بشكل مباشر. أما هذه المنطقة فهي خاضعة إلى رقابة شديدة من قبل الجهات الأمنية المتعددة المسميات في هذا البلد، مثل أجهزة الاستخبارات، المخابرات، الأمن، حتى في إطار الحشد له أجهزة أمنية تعمل في هذا المكان. أين هم من هذا العمل الذي من أين جاء هذا الإرهابي ودخل إلى هذا السوق واخترق السوق وأوقع بهذه الضحايا العدد الكبير؟ نتساءل ونحن ناس أبسطاء، لكن إننا لنا باع في ذلك في فترة مضت. نحن كنا في مجال العسكرية نعلم بأن البقعة الأمنية، البقعة أو المكان جسمه الأمني خاضع إلى الرقابة. أين الرقابة؟ أين الكاميرات التي وضعتها المحافظة؟ وما هذه الغفلة التي أصابت القوات الأمنية عبر هذه الفترة الزمنية وهم يعلمون بأن داعش لن ينتهي؟ أنت في أدمغتهم الخرفة الذي يعتقدون بأنه من خلال ما استعوذوا عليه من محافظات خمسة الذي سقطت بها داعش وبدأ تحرير، لن تسلم من أيادي الميليشيات والعصابات التي هيمنت على هذه المناطق ببيعها سكراب مقابل مبالغ زهيدة. اليوم يجمعون من جثث العراقيين أموال، واليوم يجمعون من خراب المدن أموال. اليوم يعتبرون هذا البلد أصبح حصتهم وأصبح غنيمتهم ويتقاسمونهم فيما بينهم، وهذا باعترافات منهم. ودليل الاعترافات والكلمة المأثورة لدى حنان فتلاوي تقول نحن تقاسمنا الكعكة، وغيرهم من يقول أنا حرامي ويعترف أمام الملأ وأمام القضاء وأمام الإعلام الجبوري وغيرهم من لفهم. هؤلاء الحثالة لا ترتجون منهم أن يبنون وطن، ولا ترتجون منهم أن يحمون هؤلاء الشباب الفقراء المساكين الشرفاء الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا لقمتهم لقمة حلال. مؤكدا الإرهاب هو إرهاب سياسي،
الداعش من جاء به؟ جاءت به أمريكا وباركت به إيران واستفادت منه الأحزاب السياسية. إذا كنت تظن بدخول الداعش في مناطق المحافظات الخمسة قد أضر بالسياسيين، لا بل نفعهم، بل أزادهم أموالا، بل قد استطاعوا أن يبنوا أمجادهم من جديد على هذا الركام الذي صنعته داعش. الانتخابات بالنسبة للسياسيين سكينة خاسرة أصبحت. اليوم لا يريدون للشعب العراقي أن ينعم بالدستور أو ينعم بقوانين الدستور الذي يجب أن تطبق بحرفية. ماذا حصلت الشباب من الدستور؟ لا تعيينات، لا صحة، لا مدارس، لا خدمات، لا عيش رغيد. ما الذي حصله الشعب العراقي من هذه السياسات الفاشلة؟ هؤلاء أجندات خارجية تنفذ بحق العراقيين. سؤال أخير، من يتحمل نتيجة هذا العمل الإجرامي باختصار؟ الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. هاي معاناة كل سنة جديدة على الانتخابات، يوميا يصير فجار بيناتهم، عمد الكراسي، عمد السياسة، واحنا الشعب واقعين بيها، واحنا قوت يومي حماميل، لا عندنا راتب، لا عندنا رعاية اجتماعية، لا عندنا شيء، والرايح بيها بس فقير. بس هالمنطقة طول 8 شهداء، بس هالمنطقة قوة شكر فنارة فوز عرب، من شهداء بالعظمية طول شهداء، بالتاج طول شهداء، بالكاظمية طول شهداء، ماكو منطقة مطية شهداء، نفس الروتين ونفس الشكي. كل سنة يصير انفجارات بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية معممة، ما عندهم لا أحد ولا بخت، بتحكي لهم قال لك السياسة ودين وقرآن نفس الشيء، كله نفس الشيء. اليوم انت كنت موجود كانت الحادثه الاجراميه اللي صفي والله طق الله شاهد بصفي فات بصفي وانا ما ندري بيه طب نصنا فجر روحه حسب الله ونعم الوكيل عليهم كل سياسي. طيب اليوم من يتحمل نتيجه هذا العمل الاجرامي؟ الكاظمي، كل الكاظمي يتحمله، ماكو لا فلان ولا علان، الكاظمي يتحمل مسؤوليته. ليش؟ هو قال انا ويا المظاهرين، انا ويا الشعب، لا شعب لا مظاهرين لا شيء، لا ويا الفقير، لا عينونه لا شيء، لا وظيفة، أقضينا عمر كله حماميل، حمد 10,000 15,000 صعب 200 جهال وتجارات قاعدين، تجاوز قاعدين، وغضب الله على راسكم إن شاء الله. حصل عليه 5,000 10 اللي طلع له 5,000 طلع له 10,000 جماد. لو إجا انجرح مثل هذا الأسد كان يحكي علوي. هذا قاعد بأجار، قاعد بيت حواسم وأجار خطية، وثلاث جهال عنده وعنده ستوته. شنو ينجرح أو شنو يموت؟ يجوز دازي على مخضر ليموت، لو دي يجي يشتري قمصلة أبو الألف دينار على مود ألف دينار، هو لو عنده غير يروح المول ما عنده. الناس من يتحمل نتيجة هذا العمل الإجرامي؟ والله من يتحمل؟ هو الحكومة، إحنا نحمل الحكومة، هي بعد ضعف القوة الأمنية، ضعف يعني ستة الشرطة واقفين بس يعرف ستوتة ارجع توك توك ارجع ماطور ارجع هاي عاجين على بس على الماطورات بالهم ارجع ماطور ارجع وانا بيوتهم. هذا اكو احزاب اسلاميه بيناتهم يتكافشون. الاحزاب الاسلاميه من يوقع بيها؟ الضحيه ما له يدفع الضريبه، الفقير العراقي الفقير الاصيل، وانا اكو عراقي اصيل فقير ده يروح بيها. كنا عراقيين وهذا بلدنا، بلد النهرين، هذا يا بلد نهرين، بلد النفط وين؟ كل واحد دب نفط ما عنده وين؟ وبلد الفقير موجود. انت وقت الحادث اللي صار؟ اي موجود. انا شنو اللي هذا بيتنا شفته قدام عينك؟ شنو شفته بعيني؟ بس شفت لحم والله، انا ماكو فجاه صار، بس شفت لحم هذا ايد منه رجل منه، الله وكيلك، كل رجل واحد ايد واحد، هذا ذاك من ذاك طلع سالم، هذا خطير رجله، هذا ايده، والله العالم بس تتراكض على بيوتنا، هاي بيوتنا احنا، تراكضوا علينا بالفرع بالفروع مالنا وبس واقعين، يمشي ويوقع المضروب اصوابه حار، يمشي ويوقع خطير، شو يسوون؟
طق بنصهم. هنا هذا واحد عنده، هنا أبو علي أبو بنين عنده سبع بنات، سبع بنات ولد ما عنده استشهد. عندك هنا أخوان هم استشهدوا، بكر ولد عسكري هم استشهد. أبو سلوى هذا، أبو سلوى أخو عماد هم استشهد. يعني هو أول انفجار، أول انفجار صار دمر العالم دمار. هاي علم طالع على باب الله يشوف رزقها، يعني صبح هو ربك ما طاق الجمعة على شنو؟ والله قربة الانتخابات، انتخابات ايش؟ هاي العالم الأبرياء شو عليه بالانتخابات؟ شو عليه بالانتخابات هاي العالم؟ والله هم قاعدين على الانتخابات يدمرون العالم. انت سقط حكم، سقط حكم ما بيها شيء، روحه للكاظم سقطه، ما لنا شغل احنا. انت من تدز علينا هاي اشخاص يموتون ناس ابرياء شباب، ما داعي، يعني ما داعي هذا الشيء صار. اللي يبيع علج واللي يبيع شاي ونسترزق على باب الله، اللي يبيع ملابس، شنو هذول ذنبهم؟ ما يصير، شنو هذا ذنبه؟ يعني احنا هنا قاعدين يعني شنو تجار مثلهم قاعدين شو قاعدنا؟ احنا السوق يا دوب احنا تصير به حركه، انه صارت هاي احنا هسه راح نموت من الجوع، احنا صحيح مفتحين هسه، بس شنو الفائده؟ شغل ماكو، هاي مو اول مره صايره، كل ما تصير تتقرب وقت الانتخابات راح يصير هاي الحاله، يسوون بلبله بالشعب، العالم راح تحتاج. انت جاي سقط وزير، احنا شانينا؟ انت سقطه ما تتخذه. اليوم في سؤال اخير باختصار، من يتحمل نتيجه هذا العمل الاجرامي؟ طبعا الدوله، رئيس الوزراء كله تتحاكم عليه. شوف السياسيين يعني من مين جايك؟ هو من جايك؟ ترى لا تتوقع واحد جاي من اخر الدنيا يندل باب الشرجي، شلون ندله وشلون وقف وشلون اجى وشلون طاب لو مو يا واحد دليل زين. هذا من وقع هسه، من وقع هذا جاي الفجر نفسه صح اخ بطني. شوف العراقيين غير الاعر، دائما تصير عمليات تفجير فيها اماكن، يعني ببغداد واكثر شيء باب ساحه التحرير، هم العالم على باب الله، يعني عندهم بسطيات يفجرهم هذا العمل الارهابي البائس قبل الانتخابات او بعد الانتخابات. هذا الوضع مستمر. اليوم من يتحمل نتيجه هذا العمل الاجرامي؟ والله انا احمل مسؤوليه السياسيين الذين لهم حصة أكثر بالانتخابات أو التنازع السياسي عندهم، يستهدفون هيج عالم. هم الأحزاب داخلين دا طبعا بكل شيء، وهم تنظيم يعني سياسي، تنظيم سياسي بائس يعني، ويستهدفون هيج الأماكن والعالم الفقراء المساكين. رحمة والخلود لشهدائنا وشهداء اللي سقطوا في الانفجار. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا نحاسب الكاظمي على ما صار في انفجار واعتداء على المواطنين واحدا. اثنين اكثر من مرة يقولون علي راح تطب لكم داعش وراح تصير عندكم طائفية جديدة، فهذه ما موجودة، لا طائفية ولا داعش ولا هاي، فهذه هي لعبة سياسية، لعبة سياسية. خلي نوعي الشعب، الشعب خلي يشوف، لا يقول لك ارهابي ولا داعشي ولا جاي من سعودي، قالوا علي سعودي هذا الفجرة، كله كذب بكذب. هو لو سعودي شون طب شون طب شون يجي الامه مدردس ومقبول بالعراق واحد مأمن له الطريق، وشون طب وشون طلع وشون فجر. فهو هذا لازم الكاظمي حصرا يحاسب كل من سوى هاي العملية الجريمة. ولازم احنا راح نقول احنا ما نتراجع، شو تسوون بينا؟ نتفجرونه، كتلونه، قمعونه، احنا ما راح نتراجع، احنا باقين، احنا صامدين، احنا نرجع ونعيد الثوره، نرجع ونعيد هذا البلد، نرجع ونبني هذا البلد، احنا هذا الجيل ما راح يتراجع، ايش ما سويتوا، ايش ما كتلتوا بينا، احنا باقين وصامدين. واحنا نقول اللهم يرحم شهدانا ويرحم أمة محمد. طبعا من مصالحهم الشخصية لكودن يعني يريد ياهل السيد حرب، بس بيناتهم حرب على المقاعد، حرب على الكراسي، حرب على يريد ياهل ياخذ الأول، ياهل يريد ياخذ المرتبة العالية. فهو هذا هنا
فايش يسوي؟ يخلي الشعب يتقتل يتفجر ده اللي يرجع ينتخب. المن انتخب؟ ما انتخب ابد ابد. هذا صبعي ما اخليه بهيجي نماذج وسخه، وما تحب هذا البلد ولا تحب هذا الجيل ولا تحب هذا الشعب. هذا الوطن احنا نبني بدينا، ما نريد لا امريكي ولا ايراني ولا اي جهه ولا اي احزاب ولا اي ميليشيا. احنا نبني احنا بلدنا هذا، احنا دارسين واحنا واصلين والحمد لله وشكر، كل احنا واعين واحنا كل احنا وعدنا هاي الثوره وعينا الما وعي وعيناه. احنا ولد ثنوه وكل احنا نعرف، كل الناس تعرف بينا وش قد ضحينا وش قد ضطينا بنفسنا وعلى مود هذا الوطن، على مود هذا تراب الوطن غالي غالي. الما يعرف هذا الوطن فهو مو عراقي وما عنده غيره. هاي وراها احزاب، وراها احزاب وراها سياسيين، يعني ما اقول لك وراها بس جهه واحده، لا هذول مجتمعين كلهم، فهم بيناتهم ما حد ما صفع على قرار واحد. فقال لك خلنا نفجر ويلتهون بهذا الشيء، خلنا نسوي قتل ويلتهون بهذا الشيء، فيشغلهم ضحيتها الشعب المسكين، هذا بالبصيه هذا بالبلديه، اني انت احنا ضحيتها. احنا ما عندنا واحد، احنا ما عندنا اي بشر، احنا ايد واحده ايد واحده، وما عندنا معين بس الله. احنا نتوجه رب العالمين، وكل من يقول لك يعني شعب جبان او شيء، لا شعب قوي شعب صامد وشعب ما يثور، خاف على كل من حكاله قال شعب مثل الفوار شعب يفور وش وقت ما يطفي، لا هذا غلط. شعب قوي وماكو اقوى منه، شعب عراقي وطني غيره حمول كل شيء بي هذا الشعب العراقي. بس ما اللي تقولون عليه مثل الفوار وما ادري شنو وقت الساعة يفور، لا هذا شعب عراقي شعب وطني شعب غيره، اي شعب ماكو مثل هذا الشعب الوطني العراقي. نستنكر هذا الانفجار لان ماكو هنا لا امان لا دوله، هنا هذا جبان. واحنا يعني من يجي احنا صاحبين عوائل بسطيات يجي يستنكر هذا المكان؟ ليش هذا الشيء جاي يصير بينا احنا؟ وين نروح؟ ساكن لنا صاحبين عوائل، هاي العالم كلها عايشه على العوائل، كلها فقره هنا وقاعدين على العيشه جايين هنا، وين نروح؟ نروح نبوك شو نسوي؟ ليش هذا الشيء جاي يصير بينا؟ طيب اليوم من يتحمل مسؤوليه هذا العالم؟ هذا الدوله تتحمله. احنا نستنكر هذا الشيء، وهاي مو صوت صوت الدوله، لان ماكو هنا لا امان ولا يضبطون على كل شيء هنا. اجى هذا الارهابي نقص اجى هناك اول ما طاق طقه وحده اشتاق قام يطلع من يمه نفاش ما القمصله مالته، قام يصيح بطني خلى العالم تلتم يمه هناك وطق عليهم طق عليهم، وجاء العالم من هناك كلها تركض لي جاي. اجى هذا وراهم بعشر دقائق لقاهم من هنا هم خربط نفسه هنا وطق، ظل يفتر عليهم ثلاث مرات جمع العالم وهم طق بنصهم، وهذا مكانه هنا، وهاي جماعتنا كلها راحت الشهداء وراحت الجرحى هنا، وهذا خطيه هذا بعدنا واحد ابو دعاء هيك يا ابو حوراء بس هيك يشتغل يجيب له هيك صاحب وصاحب اربع بنات راح هيك ولقينا هذا هنا جو الميز مخه. وهاي الدوله هنا حتى ما اهتمتنا، قلنا شنو بالستوتات بالتكاتك اسعاف ماكو كل شيء ماكو، نجيبه منك بالعربين ابو الستوتي ابو التوك توك قام يحطهم ويروح. كل الانتخابات هاي قبل الانتخابات تصير انفجارات قبل الانتخابات، وهنا احنا نشيل بالجرحى وهنا يرمون علينا طلقات فوق ما يعاونونا او بالدوري يشيلون الجرحى. ماكو هذا الشيء من الدوله. الدوله ليش كل ما تصير الانتخابات يصير بينا هيجي الاحزاب لعبة الأحزاب. أنا هسه وأكثر المواطن العراقي عرف بين هاي الانفجارين البارحة لعبة الأحزاب. ليش لعبة الأحزاب؟ لأن الانتخابات إجت وكراسيهم اهتزت. راح إحنا ما نقول كراسي وإنما نقول دفاتر اهتزت، ما نقول كراسي، وقاعد يسوون هذا الفعل. فنطلب وطلب كل عراق وطلب هذول أهل البسطيات العوائل الشهداء جماعتنا. عندنا أبو حوراء عنده ست بنات، أبو حوراء ست بنات عدة استشهد يوم صاحب بسطية هو قبل ما يستشهد يصيح بناتي وهذا السوق كله سمعه قبل ما يستشهد. زين هذا اشتغل أخذ البناته علاقة، استشهد منو راح يأخذ علاقة البناته إذا ما الحكومة تلتفت على هذا الشهيد وتحسب له راتب بأسرع وقت، الجريح تحسب معالجته. ثالثا نطالب من سيد
الكاظمي بتغيير الجهات الأمنية لباب الشرجي، تغيير الجهات الأمنية لباب الشرجي. الإرهابيين لو خلى الأمن ودخلوا، لو دخلوا بسيارات الأحزاب.